بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الخامس بعد المئة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. يرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من يقول إن مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه، وعلى من يلقب أهل الحديث بالحشوية، فيقول رحمه الله: لفظ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم ألفاظ قد دخلها الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم، وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم. فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي جميع الصفات، وبالتجسيم والتشبيه إثبات شيء منها، حتى إن من قال إن الله يرى أو أن له علما فهو عندهم مشبه مجسم. وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي الصفات الخبرية أو بعضها، وبالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها. والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة، حتى يقولون ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. والاتحادية تعني بالتوحيد أنه الموجود، أنه الوجود المطلق. والاتحادية تعني بالتوحيد أنه الوجود المطلق، ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى. وأما التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به الكتب فليس هو متضمنا شيئا من هذه الاصطلاحات، بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، فلا يكون لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة وتوابعها هذا في العمل. وفي القول هو الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. فإن كنت تعني أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة فهذا حق، وأهل الصفات الخبرية لا يخالفون هذا. وإن عنيت أن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف فهذا يعلم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم الموجودة في كتب آثارهم، فليس في كلام السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف، ولا كلمة تنفي الصفات الخبرية. ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليراجع في ذلك الآثار المنقولة عنهم، وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولا عنده هو الصواب قال هذا مذهب السلف، لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب، فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف. فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه، حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم بل بدعواه أن قوله هو الحق. وأما أهل الحديث فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة، يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام، وتارة يروون قولهم في هذا الباب، فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر. ثم لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفيا ولا إثباتا، فكيف يحل أن يقال مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم؟ وكذلك لفظ التوحيد بمعنى نفي شيء من الصفات لا يوجد في كلام أحد من السلف، وكذلك لفظ التنزيه بمعنى نفي شيء من الصفات الخبرية لا يوجد في كلام أحد من السلف. نعم، لفظ التشبيه موجود في كلام بعضهم وتفسيره معه، ويريدون بالتشبيه تمثيل الله بخلقه دون نفي الصفات التي في القرآن والحديث. ثم إن هذا القول يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة،
فإنه قال: وكذلك جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف، فليس الأمر كذلك، بل الطوائف المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدعون أنهم على مذهب السلف، بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف. فالرافضة تطعن في أبي بكر وعمر وعامة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وسائر أئمة الإسلام، فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذبا وافتراء؟ وكذلك الخوارج قد كفروا عثمان وعليا وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين، فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ ثم إن هذا الاسم يعني الحشوية ليس له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين ولا شيخ أو عالم مقبول عند عموم الأمة. فإذا لم يكن ذلك، لم يكن في الذم به لا نص ولا إجماع ولا ما يصلح تقليده للعامة. فإذا كان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلدين عموما كان في غاية الفساد والظلم. فإن الذم والحمد من الأحكام الشرعية لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل بها سلطانا، فأما تعليق بأسماء مبتدعة فلا يجوز، بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله. والمعتزلة تفسق من الصحابة والتابعين طوائف وتطعن في كثير منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم، بل تكفر أيضا من يخالف أصولهم التي انتحلوها من السلف والخلف، فلهم من الطعن في علماء السلف وفي علمهم ما ليس لأهل السنة والجماعة. وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم، وإن كانوا يقرون في خلافة الخلفاء الأربعة ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك يعني الرافضة والخوارج، فلهم من القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه، وللنظام من القدح في الصحابة ما ليس هذا موضعه. فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع مذهب السلف. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث، فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف بل يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم، لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع. وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعها، أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.